أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. هذه القسمة التي سندرسها أو نراجعها الآن تسمى القسمة الإقليدية، وتوجد قسمة أخرى اسمها القسمة العشرية، كما قلت سنتعرف عليها في الأولى متوسط الفصل الثاني. أول شيء نتذكر أننا في هذا الاتجاه سنقوم بعملية ماذا؟ بعملية القسم، وفي هذا الاتجاه سننجز عملية الضرب، وفي هذا الاتجاه سننجز ماذا؟ عملية الطرح. هذه كبداية. بعد ذلك أذهب إلى أعلى مرتبة، عندي وحدات، عشرات، مئات، المئات هي أعلى مرتب. أختار الرقم الأول على اليسار. الرقم الأول على اليسار هو ماذا؟ اثنان. أقول اثنان قسمة ثمانية، هل أستطيع؟ لا أستطيع، لأن الاثنان أصغر من الثمانية. في هذه الحالة سأختار مع الاثنين رقم آخر هو الستة، ويصبح عندي عدد جديد هو ماذا؟ 16. أخترت المئات والعشرات معا وعندي 16. هل 26 أكبر من الثمانية؟ نعم. إذن أنجز عملية القسمة وأقول 26 قسمة ثمانية، وأضع النتيجة هنا. 26 قسمة ثمانية وأضع النتيجة هنا. لكي أجد الناتج هنا ماذا أقول؟ أقول ما هو العدد، هذه أكتبها في الهامش أو أسفل العملية. ما هو العدد الذي ماذا؟ أضربه في كم؟ لاحظوا هنا جدول الضرب مهم، جدول الضرب ماذا؟ الثمانية. ما هو العدد الذي أضربه في ثمانية ويعطيني كم؟ أتكلم على المقسوم وهو 26، يعطيني 26 أو أصغر منه. فهمنا؟ يعني أصل إلى 26 أو أصغر منه. لنجرب معا، هل 0 في 8 تعطيني 26؟ في 8 كم تساوي؟ 0. 1 في 8 8. هل وصلت إلى 26؟ هيا لنجرب مثلا 3 في 8. لاحظوا هنا اقتربت من 26. لنجرب الأربعة، 4 في 8 32. وزت 26. إذن أشطب على هذه العملية وأرجع إلى هذه 3 في 8 24. إذن ماذا أكتب هنا؟ سأختار 3. لماذا؟ لأنني قلت ما هو العدد الذي أضربه في 8. إذن أكتب هنا كم؟ 3. أنجزت عملية القسمة. 26 قسمة 8 تساوي 3. بعد القسمة ماذا يوجد؟ ضرب. ماذا سأضرب؟ لاحظ معي في اتجاه السهم هنا أين الضرب؟ هل هذه أين هي؟ أريج؟ شكرا. 3 في 8 كم تساوي؟ هيا معي فرح. 24. أكتبها تحت المقسوم. بعد عملية الضرب ماذا عندي يا أيمن؟ عندي طرح. ماذا أطرح؟ أين اتجاه طرحي؟ بدري؟ 6 - 4 تساوي 2. شكرا. 2 - 2 0. بعد عملية الطرح ماذا يوجد يا حلواني؟ انزل. ماذا أنزل؟ 3. هيا لننزلها هكذا. أين تصل هنا؟
لاحظوا، تحصلت على عدد جديد. ما هو هذا العدد يا إياد؟ 23. تحصلت على عدد جديد هو 23. بعد الإنزال إلى أين سأرجع؟ سأرجع إلى بداية الخطوات أو هي القسمة. ماذا سأقسم؟ أقسم 23. 23 قسمة 8 كم تساوي؟ بنفس الطريقة، ما هو العدد الذي أضربه في 8 ويعطيني 23 أو أصغر منه أو أقل منه؟ أين هو؟ لاحظوا معي، هل أعيد؟ لا. صفر في 8 صفر، واحد في 8 8، 3 في 8 24. تجاوزت 23، إذا ماذا سأختار؟ ماذا سأختار؟ سامي؟ اثنان في 8 كم تساوي؟ 16. لو اخترت 3 في 8 24، وهي اكبر من 23. عندي 2 في 8 تساوي 6، اذا ساختار الاثنان. اكتب هنا ماذا؟ 2. بعد عملية القسمة ماذا توجد؟ ماذا يوجد بعد عملية القسمة يا ابتسام؟ بعد عملية القسمة يوجد الذرة. ماذا سأضرب يا عبد الملك؟ 8 في 8 يساوي 16. شكرا، 16. بعد عملية الضرب ماذا؟ عملية الطرح. هيا خولة، ماذا أطرح؟ 23 ناقص 16. هاي نطرح معا، 3 أطرح منها 6، هل أستطيع؟ لا. السالفة 13 ناقص 6 كم تساوي؟ أنا في 6 وأريد أن أصل إلى كم؟ 3 7 8 9 10 11 12 13. كم؟ 7. 2 ناقص كم هنا؟ هل أقول 11؟ كم؟ 2. 2 ناقص 2 6. لاحظوا معي، تحصلت على 7 هنا، بقيت لي 7. أقول 7 قسمة 8، هل أستطيع؟ لا. هنا أتوقف، بالنسبة للتلميذ في التعليم الابتدائي يتوقف، لكن كما قلت عندما في المتوسط ستكمل بالفاصلة، ستتعرف عليها في الفصل الثاني من الأولى متوسط. إذا وجدت الباقي أصغر من المقسوم عليه أتوقف. كيف أتحقق من إجابتي؟ أولا ماذا أضرب يا أيمن؟ 8 في 8 و3. هاي أول خطوة لكي أتحقق من إجابتي بأنها صحيحة. ماذا أضرب؟ 32 في 8، يعني حاصل القسمة أضربه في المقسوم عليه. 32 في 8. 8 في 2 كم تساوي يا يعقوب؟ 8 في 8 16. أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 8 في 3 كم تساوي يا فرح؟ 24. والواحد؟ جيد جدا، 25. لاحظوا معي، تحصلت على 256. ماذا أفعل؟ أماني لم تتكلم؟ لم تشاهد؟ لا ننسى الباقي، لا ننسى الباقي. 256 زائد 7 كم تساوي؟ 6 زائد 7 13. 6 2 كم النتيجة؟ 263. لاحظوا معي، أين 263؟ المقسوم. فأنا صحيح. أعيد للتحقق، أضرب الناتج في المقسوم عليه وأضيف الباقي أجد المقسوم 263. أنجز العمليتين التاليتين على الكراس مع في الأخير تحقق من النتيجة المتحصل عليه.
أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.